هي أولى النقاط الثلاث يحصدها اتحاد الحراش هذا الموسم. هو أول فوز انتظره أنصار الصفراء بفارغ الصبر ليطمئن النفس على ناديهم بأن البداية الصعبة للفريق هذا الموسم ما هي إلا مرحلة فراغ بوادر انفراجها بانت للعيان. Après quatre défaites, donc on voulait une réaction. Alhamdoulillah, اليوم درنا اللي علينا و appliquina les consignes à l'entraîneur. وفرحنا الببليك هذا اللي عام كامل هو يساند فينا. وبالعودة إلى أطوار اللقاء الذي أداره بامتياز الثلاثي أعراب ديلمي وبعزيز، والذي عرف عودة المدرب بعلام شارف لدكة البدلاء للإشراف على الفريق أمام منافس عنيد قادم إلى العاصمة من أجل العودة بنتيجة إيجابية. وهو ما صعب من مأمورية زملاء بومشرى الذين ضيعوا عدة فرص أهمها كرة حانيتسار التي وجدت الحارس دحمان في المكان المناسب، فيما كان رد مولود وهران عن طريق بنيطو الذي لم يحسن استغلال هذه المحاولة. المد الهجومي الحراشي تواصل لكنه افتقر للتركيز والدقة في غالب الأحيان كهذه الكرة الضائعة من الأمل أمين الذي لم يجد ضلته في هذا اللقاء. في المرحلة الثانية دخول أمضى مكان الأمالي زاد من حدة خطورة هجوم الاتحاد وكان وراء جل المحاولات، فيما اعتمدت تشكيلة سوليناس على لاعب المرتدات وتسديدات داكولو التي وجدت الحارس عز الدين دوخة. أنصار الصفراء ظلوا مساندين ومؤازرين لناديهم رغم كثرة الفرص الضائعة فلا مزار في هذه المحاولة ولا حتى توغلات بومشرى من الجهة اليمنى أتت بالثمار. هدف عواد الذي لم يحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 60 زاد من الضغط على أشبال بعلام شارف الذين انتظروا حتى الدقيقة 81 ليأتي الفرج بفضل أمضى بعدما لامست كرته يد عواج داخل منطقة الجزاء. الحكم أعراب يعلن ضربة جزاء لصالح الاتحاد نفذها وسجلها أمضى محررا زملائه وأنصار الفريق. هدف كان له الوقع الإيجابي على التشكيلة الحراشية التي استثمرت في فقدان عناصر الحمر ولتركيزهم، وهو ما كلفهم هدفا ثاني من البديل سيلا بعد عمل رائع من يونس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. خدنا بزاف البون ديفونسيف كو اوفونسيف وماساج بلي ميم تاني ليكيب تاع حاج كانوا بيان بلاسي في التيران كاع بون كيفاش نقول لك كيما هكا لو بيت هذاك بون شتي شونس ما عليش نخلف الماتش ان شاء الله. اذا هذا اللقاء عرف اول